بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن نحكي على الانهياز، يعني السحاب. تعنيف صحاء، وهو نوع من هطول الهطوعان، من أنواع تساقطات، يتكون بالأوراق ثلجية مكدسة في شكل رقائق، غالبا ما يكون لها شكل نجمة، وكثافتها في الحالة العذبة منخفضة جدا في حدود 0.1 بسبب احتوائها على العديد من الهواء. يعني واحد ثلج يساوي واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر يساوي واحد سنتيمتر من الثلج يساوي واحد مليمتر من الماء. بسبب التركيب البطيء إنه عازل حراري ممتاز، يمنع انتشار الحرارة الحساسة من الأرض إلى الغلاف الجوي، وبالتالي حماية التربة والغطاء النباتي من عدوانية الصقيع في فصل الشتاء. نظرا لأن درجة حرارة الغرفة تحت سجادة الثلج لا تنخفض دون الصفر المئوي، ومن ناحية أخرى يمكن أن تنخفض درجة حرارتها أقل من الصفر المئوي بسبب ارتفاع درجة حرارة البياض الشديد لها والتوصيل الحراري المنخفض لها وانبعاث عالي خاصة أثناء الليل. صح؟ يمكن أن يتسبب هذا الثلج في حدوث الكثير من الضرر اعتمادا على الثلج الرطب، ما يسمى باللزجة، الذي يحتوي على الماء السائل والغراء على الكائنات، يعني الكائنات أو الثلوج الخفيفة، بسهولة تربي تحركاتها في الريح وتشكل نوعا من الضباب أقل عدوانية. عادة ما يختفي الثلج من الطريق بذوبان، وأحيانا في الطقس الجاف بالتسامية. لا فورماسيون دي انواج، يعني تشكيل الثلج، يعني يتطلب تكثيفه هو تدريجي في بيئة باردة الرطوبة العالية ودرجة حرارة منخفضة للغاية، على الأقل على مستوى السحب والهواء الأساسي. ومع ذلك من المعتاد أن يحدث تساقط ثلوج الأكثر وفرة في درجة الحرارة قريبة من صفر درجة مئوية أو أقل بقليل، لأن البرد القارس يكون في بعض الأحيان عنصرا مثبطا عن طريق خفض قدرة الرطوبة على الهواء، وبالتالي يعطل الهطول. صح. في الواقع تتزامن تساقط الثلوج الكبيرة في الجبال المنطقة المعتدلة غالبا مع انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، والذي لا يزال يطلق عليه اسم الريدو. صح. وهكذا قال لك يكون الطقس اللطيف والرطب ممطرا بشكل عام في جبل ثلجي عادي. صح. ولكن أحيانا ما تكون هذه القاعدة يعني خائنة، القاعدة من خلال تفشي هذا هواء البحر البارد من القطبين، يؤدي إلى تساقط ثلوج في المناطق المنخفضة والجبال المتوسطة في بلدان المحيطات وفي الربيع، وجبال البحر الأبيض المتوسط في الشتاء. باختصار، العوامل الثلاثة التي تتحكم في تساقط الثلوج هي الحرارة المثلى، قياس الرطوبة المثلى، والارتفاع المناسب. ليزوترتيب دو بريسيبيتاسيون، عفوا، نبدأ بأول وهو لجرال، أي البرد ولا حاجة، المكون من حجارة البرد المكونة له يتراوح من 5 إلى 50 مليمتر أو أكثر، عبارة عن كريات أو قطع جليدية بسيطة ولها كثافة، يتم تكوينه من خلال التقاط عناصر فائقة البرودة بفضل التصادمات والاحتكاك الذي يسببه اضطرابا نشطا، وهذا بالطبع من الجزء مع درجات حرارة سلبية في الغيوم. على سبيل المثال، يمكن في بعض الأحيان استخدام أحجار البرد الاصطناعية للتحكم في تأثير حبات البرد الاصطناعية، مما يجعل أن أجزاء كبيرة من حبات البرد صغيرة وتصل إلى الأرض في حالة الانصهار. جريزيل، الكريات أو كريات هطول كريات الجليد ونسموها، هي جزيئات جليد غرامة جدا، يعني قطرها أقل من 5 مليمتر، شفافة وكروية وغير متقطعة، يعني غير منتظمة أشكال إيريجلين. لابورين، يعني ضباب المطر، يتكون من قطرات أدق من قطر المطر، يعني
ساحة قطرها، صح، وشحال القطر تاعو؟ أقل من 0.5 مليمتر. روحو نحكيو على حاجة واحدة أخرى يسموها لابريسيو أتموسفيريك، يعني الضغط الجوي. تعريف صح صح تعريف الضغط الجوي بمعناها المادي الخاص يكون الضغط هو قيمة القوة المطابقة على وحدة السطح، أي نسبة القوة بالسطح، وتقاس بنيوتن على المتر مربع. صح، أو بالباسكال الشريط أو في المليمتر من الزئبق أيضا. صح، الذي يستخدم على نطاق واسع والذي يساوي شحال عندنا 100 نيوتن على المتر مربع. في الواقع سيكون الضغط الجوي هو القوة التي يطبقها وزن الغلاف الجوي على وحدة من السطح، وبالتالي فإنه يقدم وزن العمود الرأسي الذي يعلو سطح الوحدة على الأرض، أو بشكل أكثر دقة على مستوى البحر. صح، يتتبع التاريخ اكتشاف فكرة الضغط الجوي هذا إلى عام 1643، وهي قصة قديمة تحكي مقالة العالم الإيطالي إيفانجيليسكا توريسلي الذي استخدم أنبوبا مملوءا بالزئبق أظهر تباين الضغط، وكان هو أول مقياس. يعني لكي يتم تطبيق هذا المفهوم في الأرصاد الجوية، تكون القوة هي وزن الغلاف الجوي على سطح الأرض، أو بشكل خاص على سطح البحر الذي يمثل مستواه الأرصاد الجوية. صح، وبالتالي يعرف الضغط الجوي على أنه وزن عمود الغلاف الجوي الذي تبلغ قاعدته 1 متر مربع، ويؤخذ على مستوى سطح البحر، ويتفاوت هذا الوزن تابعا لتكوين الغلاف الجوي، بما في ذلك الغلاف الجوي والعمود الرئيسي المكون بشكل كبير وطبيعي، والمتغير هو بخار الماء. وهذا يعني أن الرطوبة التي تعتمد هي نفسها على درجة حرارة الهواء من خلال الانتقال، والنتيجة نستنتج أن الضغط الجوي يخضع بدرجة كبيرة لدرجة حرارة الهواء. صح، إضافة إلى ذلك تم التأكد من أن العلاقة الديناميكية الحرارية التي تكون قانون الغاز المثالي فيها، وهو البي اف يساوي الان ار تي، وهو ما يشير الى وجود صلة مباشرة بين درجة الحرارة والضغط الذي يتأثر مباشرة او تأثر بشكل يعني متبادل. نروحوا لشامب دو بريسيو اتموسفيريك. شامب دو بريسيو اتموسفيريك يعني مجال الضغط الجوي او حقل الضغط الجوي، عن طريق ربط نقاط الضغط المتساوية يحصل المرء على خطوط متساوية الضغط أو ما يسمى بمجال الضغط الجوي. يتم رسم هذا النوع من الخريطة عادة عن طريق القضاء أو القضاء على التأثيرات المزعجة، أي الارتفاع المتباين والتباين النهاري لدرجة الحرارة، الحصول على القيم المبلغ عنها في ظل ظروف طبيعية ومتساوية. هذا هو المخطط، خريطة متساوي الضغط يعني لا كارت إيزوبار. صح، صح، يوضع تصميم المقفل لتساوي الضغط على توزيع الضغوط ليس عشوائيا، كما أنه يظهر أيضا أفراد متساوية توتر ذو أقصى البارومتري وغيرهم من الحد الأدنى من البارومتري، يعني ما يسمى بالإكتئاب أو الإعصار، حتى أن مصطلح الإعصار أكثر وأكثر محفوظ للأعاصير المدارية. صح، يتم التأكد بشكل عام على حدة جهاز من خلال تعزيز تساوي الضغط 1015 ميجا بار، والذي يتوافق بتقريبا مع متوسط الضغط عند مستوى سطح البحر. في الواقع هناك مصطلحات محددة للحقل الجوي،
يمكن اعتبار الإعصار وهي منطقة ذات ضغط منخفض دوامة من العنف الكبير الذي ينشأ ويتطور المناطق المحيطية الدافئة في العالم. هذه الظاهرة دائرية تقريبا بقطر يتراوح ما بين عدة مئات الكيلومترات إلى 1000 كيلومتر، ويتصل الغيوم الكثيفة المصاحبة لها إلى التروبوبوز في وسط الإعصار. توجد منطقة محتارة ذات سماء صافية ورياح منخفضة وهي عين الإعصار، التي غالبا ما تحيط تكون ملحوظة بواسطة صور القمر الصناعي. ها ورا هذا يحكي لك الإعصار كيف راح يتاير. لا فورماسيون دان سيكلون تروبيكال، يعني تشكيل الإعصار المداري. غالبا ما تكون الأعاصير كارثية، وغالبا ما تؤثر المحيطات المدارية الدافئة حيث تتجاوز درجة الحرارة 28 درجة مئوية. المنطقة ذات الضغط العالي المضاد للإعصار بالنسبة للحي الذي سيتأثر الرياح سيكون لها مساحة تتراوح ما بين حوالي 10 ملايين متر مربع. على الرغم من أن المضاد للإعصار أكثر استقرارا من اكتئاب، إلا أنه وفقا لدينامياته تحت تأثير دوران الكوكب وتغير درجة الحرارة، يميز المرء 3 أنواع من مضادات الإعصار. عندنا النوع الأول هو أنتي سيكلون، يعني الأضداد الديناميكية المتميزة بتدوير الغلاف الجوي وبالتالي إلى دوران الأرض والتناقضات الحرارية بين القطبين والمنطقة الاستوائية، فهي تهم القطبين وتشكل سلسلتين من الأعاصير شبه الاستوائية وشبه الدائمة. غيرها من الأعاصير المستقرة نسبيا ولكن غير دائما في قارة الشتاء الباردة سيبيريا. الارتفاعات المهاجرة المرتبطة بالاضطرابات الأمامية القطبية والتي تتكون من التصاقات الباردة بعد الدوران لاكتئابات خارج المداري، يعني للأعاصير خارج المداري. يعني عندما تكون امتدادات الأعاصير الشاسعة فإنها تسمى تلال مضادة للأعاصير، يعني أنتي سيكلون. تدور الرياح حول اتجاه عقارب الساعة في النصف الكرة الشمالي وفي الاتجاه المعاكس لنصف الكرة الجنوبي، قاعدة شراع اقتراع، وتجدر الإشارة إلى مضادات الأعاصير الأكبر وأقل بروزا من المنخفضات. قالك لوماري باروميتريك، يعني حقل ضغط مع تناقضات منخفضة وحدات فردية سيئة، وبالتالي فإن الضغط موحد إلى حد كبير. مضادات الظهر الظهرية هي امتداد الأعاصير المضاد في مجالات الضغط بين المنخفضات. قالك أونتي ستانك، يعني هناك أيضا مناطق أخرى في مجال الضغط وهي التلوك والعنق البارومتري. روحوا حاجة يسموها ريبارتيسيو سباسيال دي بريسيو أنتي سيكلون، يعني التوزيع المكاني للضغوط أو للضغوط يعني الأعاصير. يتأثر بالعديد من العوامل أهمها، نبدأ بالعامل الأول. يظهر خط العرض الشكل 16 مراكز الحركة الرئيسية للدوران الجوي عن طريق إظهار الأعاصير الرئيسية على الأرض. هذا هو الشكل، تشكيل إعصار استوائي.
إن ارتفاع الضغط الجوي يتناسب عكسيا مع الارتفاع، وهذا فقط إلى الحد الذي يتم فيه إنشاء الضغط بسبب وزن الغلاف الجوي الذي يعلو على نقطة معينة. لذا يتم الكشف عن التضاريس للتأثير على الضغط، وهذا يؤدي إلى التشبيه بين الخرائط الطبوغرافية والخرائط البارومترية التي تم الحصول عليها من خلال بيانات المسح الميداني المباشر، ولكن على ارتفاعات معينة سيتم قلب القاعدة بعد ثباتها. درجة الحرارة من خلال تأثيرها على كثافة الهواء فإنه يؤثر على الضغط، وأيضا في هذا السياق يمكن للرطوبة أيضا تأثير عليها من خلال تأثيرها على كثافة الهواء. صح. الروح السادس 6-6 لوفون يعني الريح. الظروف الجوية للمركبة والكتل الهوائية والسحب عبر نقاط العالم والرياح، أو بشكل عام يتم إنشاء المسودات بسبب اختلاف الضغط بين منطقتين. تبدأ الرياح من ضغط العالي أو المنخفض، الضغط العالي عند الاكتئاب عند الإعصار عفوا، حيث يكون الضغط الجوي منخفضا. صح. في الواقع يرجع هذا التباين في المقام الأول إلى تباين درجة الحرارة، لأنه إذا كان الغلاف الجوي والمحيطات غير متحركين فإن درجة الحرارة ستكون متباينة بين مناطق خطوط العرض العالية وخطوط العرض المنخفضة، بحيث تكون الدورة في الغلاف الجوي، وتستطيع طاقة المحيطات نقل الطاقة من المناطق الفائضة الإكوادور للمناطق العجز المناطق القطبية. تلعب الرياح دورة في تجانس توزيع الطاقة في جميع أنحاء العالم. يحكمها أيضا تباين في درجة الحرارة، بحيث تكون درجة الحرارة في الأصل من آلة الغلاف الجوي، وبالتالي تكون هي العنصر الدافع لكل المناخ. صح. تعريف، نحكينا بنظرة عامة، دوكا نعرفوا الرياح وشنو هو. تعرف الرياح بأنها الإزاحة الأفقية للهواء بالنسبة لسطح الأرض التي يتم التقاطها على أنها مسطحة. ولدت هذه الرياح من الاختلافات والتباين بين مناطق المتساوية الارتفاع، ولا سيما بين أعلى المستويات والقيعان، لأن الأولى التي كان فيها الضغط مرتفعا جدا تميل دائما إلى إفراغ كتل الهواء، في حين أن المنخفضات التي هي مناطق تميل العصير إلى التحميل، بحيث تنقل كتلة الهواء من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض، مسببة الحركة الأفقية للريح. صح. في الواقع تعتمد سرعة الرياح على درجة التباين بين هاتين المنطقتين، وبالتالي تصبح مناسبة أيضا مع تجديد الخطوط المتساوية الضغط في مجال الضغط. أيضا كما يبدأ اتجاه الرياح من الناحية النظرية من مضادات الإعصار باتجاه المنخفضات. صح. ومع ذلك فإن الأرض من خلال دورانها تؤثر على السرعة بقدر تأثيرها على اتجاه الرياح، وهذا بفضل القوة المعروفة باسم كوريوليس التي تنحرف عن الاتجاه، وتجعل الريح تدور حول مركز العمل بعد علاقة بويز بالوت. في النهاية يتم الكشف عن الدور الرئيسي للرياح في استعادة التوازن بين الارتفاعات والمنخفضات. نروحوا نشوفوا حاجة قال لك يسموهم لي فاكتور انفلو دو لا فيتاس دو فون، يعني العوامل المؤثرة في سرعة الرياح. عندنا عاملان، الفرق العامل الأول وهو الفرق في الضغط لكل وحدة طول والتي هي درجة التباين أو قيمة التدرج الأفقي. كلما تم تشديد الخطوط المتساوية للضغط كلما كانت الرياح أقوى. والعامل الثاني وهو كثافة الهواء التي يكون إزاحة فيها أسرح من كثافة الهواء، مما يفسر عنف الرياح في الارتفاع. صح. نروحوا لفاكتور انفليو لا ديركسيو دو فون، يعني العوامل التي تؤثر على اتجاه الرياح. صح.
من الناحية النظرية تتبع الرياح تدرجا مستقيما يمتد من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض، ولكن في الواقع يكون الضغط تحت تأثير العديد من العوامل مثل درجة الحرارة وكثافة الهواء وحركة الأرض، مما يجعل تظهر الظواهر التالية. يقولك نسيم الأرض والبحر الذي يكون تأثيره عن النطاق المحلي مقيدا، ويستند مبدأه إلى حقيقة أن الأرض ترتفع درجة حرارتها أسرع من الماء، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط الذي يؤدي إلى نزوح التيارات العذبة من البحر إلى الجانب لجانبين، والعكس بالعكس في الليلة التي يكون فيها فقدان الحرارة المياه بطيئا، وهو ما يجعل كتلة الهواء بعد خفض الضغط. يعني هذه رسمة تعطيك لا بريز دو مار اي دو لا تير، يعني نسائم البحر والأرض. القوة الواضحة اللي قالك كورليوس، وهو عالم الرياضيات كورليوس الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر، يمكن تفسير هذه القوة بتجربة نقل هاتف محمول من حافة القرص باتجاه مركزي، وإذا كان القرص بلا حركة مسار الهاتف المحمول سيكون مستقيما. تأني القرص لقرص يعني متحرك، هذا المسار سوف يكون منحنيا. نفس المبدأ على الأرض، والذي في التناوب الدائم سيتم انحراف مسار الريح الذي يجب أن يكون مستقيم بالقرب من الإعصار المضاد للإعصار الاكتئاب والإعصار، مما يجعل الرياح تكتسب حركة موازية للخطوط ومتساوية الطول وفقا لقاعدة بويز بالوت. صح. وهكذا نتحدث عن الريح الجيولوجية الأرضية التي تدور حول مركز الكرة والحركة مركز الحركة، وتمنع إفراغ المضادات من الأعصاب ولا تملأ المنخفضات، لكن تأثير الاحتكاك يؤثر على كل من قوة الرياح واتجاهها. ترتيب 10 إلى 15 درجة متساوية الضغط في البحار و30 درجة من متساوي الحرارة في القارات الأكثر صراما، مما يشير إلى أن المنخفضات تملأ بسهولة على اليابسة أكثر من البحر، ونتيجة لذلك لن تحدث الرياح الجيولوجية الأرضية فقط على ارتفاع 1000 متر، وتؤدي إلى حدوث دوامات. يعني هذا الرسمة تعطيك ديفياسيو دو لا ديريكسيو دو فون دو لا سورفاس، يعني انحراف اتجاه الرياح من السطح. من المهم ملاحظة أن قوة يسموها كوريوليس تتناسب مع خطوط العرض، بحيث تكون صفر عند خط الاستواء والحد الأقصى عند القطبين 90 درجة، مما يفسر حدوث الهدوء الاستوائي. على الرغم من جميع الدراسات التي أجريت حتى يومنا هذا، فإن تحليل هذه الدورة في الغلاف الجوي لا يزال صعبا ومعقدا، وأحيانا يتعدى تفسيره كظاهرة تقارب وتباعد التيارات الهوائية. أداة قياس سرعة الرياح هي مقياس شدة الرياح في المتر على الثانية، واتجاهه هو ريشة الرياح، والتي تقترن عادة في جهاز واحد، يعني أنومتر دروات وجيروات أغوش، يعني مقياس شدة الرياح هو في اليمين جيروات في اليسار، مش عارف شنو هذا. صح. 6 7 لمتر، نكملهم بعد إن شاء الله.